شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ظني اعتمدت على شرطين رئيسيين، استندت إلى شرطين رئيسيين. الشرط الأول عصمة دماء المصريين، إن الجيش خلال أيام الثورة لم يتورط في إطلاق رصاصة واحدة على المواطنين المصريين، عصمة دماء المصريين. الشرط الثاني كان الالتزام بجدول سريع لنقل السلطة لمدنيين منتخبين، برلمان منتخب ورئيس منتخب ودستور، يجي قبله ويجي بعده، الخناقة اللي احنا عملناها المهم. طيب دلوقتي واحنا بنبص على جردة الحساب بعد الشهور اللي فاتت، انا اسف ان انا مضطر ان انا اقول ان لا عصمة دماء المصريين واضحة، لا عليها علامات استفهام كبيرة جدا، ولا مسألة النقل السريع للسلطة لمدنيين منتخبين حاضرة معانا. ولما جت النهاردة، جت النهارده في لحظه هم مشى فيها الشرط الاول بصوره كامله، يعني النهارده بيان القوى السياسيه بعد اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه مع بعض القوى السياسيه بيتكلم عن الجدول الزمني اللي احنا بنطالب بيه بقالنا شهور طويله. المشكله دلوقتي يا منى ان احنا في لحظه فقدان لشرعيه، في لحظه شرعيه استندت الى شرطين والشرطان لم يعد مع المصريين، عصمه دماء المصريين بعد هذه الجريمه مكتمله المعالم عليها علامات استفهام كثيرة ومحل شك، محل شك من أن أتحدث عن نفسي لا أتحدث باسمها. هنا بقى تأتي الجملة الأخيرة في كلمة المشير، حضرتك بتتكلم عن الشرعية اللي سألت فيها ضيوفنا اللي كانوا موجودين الصبح، أنتوا حد فيه اتكلم على الاستفتاء؟ قالوا لا. في جملة أخيرة قال لك يعني لو عايزين نرجع نعمل استفتاء شعبي والناس تستفتي وتقول نعم أو لا. بس الاستفتاء الشعبي مش هيرجع الأيام لورا، ومش هيرجع الاربع ايام اللي فاتوا، ومش هيرجع الجريمه مكتمله المعالم وراه ويقول انها ما حصلتش، لا، في مشكله كبيره ولازم نعترف بيها، ومن الافضل لمجلس القوات المسلحه ان هو يعترف بيها عشان ندور على حلول.